لما تكون اصلا سواق توك توك وربنا يكرمك وتسوق عربيه لكزس موديل السنه. بسم الله ما شاء الله، ده عربيه دي ولا يخت؟ ربنا يبارك لصاحبها. فيه ده ايه الدلع ده؟ ده الواحد لما يقعد جواها هيحس ان هو سار عربي. وضع العربيه دي مختلف كتير عن العربيه ال 128 الفيات والبيجو 504. وبعدين في حاجه انا مش فاهمها، ايه كميه الزراير الكتير قوي دي؟ كميه زراير غير مبرره. وايه كمان الشاشه دي وعليها نظام ملاحي؟ هو انا هطير بالعربيه؟ اوبا على الجمال. بصراحه الواحد سايق العربيه ومش سامع اي صوت بره، العزل بتاعها تمام التمام، وفي خطوط عماله تقيد في شاشه العربيه، رمادي وبرتقاني وازرق. صباح العسل يا لكزس. لكزس بتتكلم مصري؟ بتزمر كده ليه؟ هتنفجر ولا ايه؟ لكزس ممكن تودينا عند محل اللي بيبيع فول وطعميه حلو كده في الصناعيه الواحد يفطر من عنده؟ I'm having trouble understanding you. هلا باشا. هلا ابو علي. الله يخليك يا باشا، الله يصلح حالك. انا خدت العربيه من الجراج اهو. لا وديها تتغسل وهفولها بتروح حاضر. هو ما ينفعش اغير عقد العمل بتاعي معاك؟ انا عقد العمل بتاعي بسنه، ما ينفعش نعمل عقد جديد مثلا ب 400 سنه وبعد ما اخلص عقدي تديني العربيه ديت؟ اه بالله عليك ابو علي، اصل العربيه مريحه قوي، ده فيها فلتاره علامه زائد وعلامه ناقص، ده لحاسبه دي ولا ايه؟ ما ينفعش تسيبها لي. انزج ازاي يعني؟ اتاخر من مكاني اقعد اخد معاشي؟ ملوش لزوم ان احنا لسه الشهر الجديد ما جاش. اخد معاشي وامشي خالص؟ لا يا ابو علي، ده انا بهزر معاك، الله يبارك لك فيها، ده جميل. انت تسمع يا ابو علي ان في مخلوقات فضائيه متطوره عن البشر بالاف السنين؟ بقول لك متطورين جدا. هل الكائنات المتطوره ديت عندها عربيه لكزس متطوره كده؟ العربيه هتولع؟ لا ان شاء الله مش هتولع يا ابو علي، احنا بندردش سوا يا باشا. ابو علي ما ينفعش اجي اخدها يوم الجمعه اطلع بيها البحر، ايسر. انا قلت كده برضه. طيب دلوقتي ابو علي العربيه دي شغاله من غير مفتاح، شغاله بكارت من غير مفتاح، دي مش امانه يا ابو علي، ممكن اي حد يخش الجراج ياخدها، ما لهاش مفتاح. ده انت محتاج تجيب لها كلاب حراسه ومحتاج تحطها في جراج مقفول. اجيب العربيه واشوف اكل عيش في مكان تاني؟ انا بقول كده برضه يا ابو علي. انا كنت بسوق الاول 128. لا مش 128 عربيه، هي العربيه اسمها 128، ده فخر صناعه الفيات دي. انا مش غلطان الله يخليك، انت اللي غلطان عشان اديتها لي. لا يا ابو علي ما تقولش كده، احنا اخوات. ابو علي هتديها لي؟ اه اه باشا 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 باشا. قفل السكه.